بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيدة اليوم بتواجدي معكم أمام هذا الجمع الكبير من ذوي الهمم العالية. سعادتي لي كنابعة من أني أنا نعرفكم، نعرف حيويتكم، نعرف صدقكم، نعرف تبارك الله علو هممكم، ونعرف ما اللي باط ظروفكم. هذه الفرصة اللي تاحت لي من سنوات أني نتعرف عليكم ونتعاون معاكم كانت نابعة، كيف تعرفوا، من كل حد يعرف على أني أنا دخلت هذا مجال ذوي الهمم من منطلق أطفال التوحد اللي هم فئة خاصة، أطفال خلقهم مولانا مختلفين عن أقرانهم، وكانوا وشكلوا صعوبة لهم في أنهم يدمجوهم في المجتمع. يا قير، نحن جبرنا على تعليمهم وتكوينهم وتأهيلهم والعناية بهم، تمكنوا منهم من يندمجوا في المجتمع حتى على أنهم يعودوا قاع يتفوقوا على أصحابهم وإنتاجهم. ولا أدل من ذلك المثال على أينشتاين اللي هو من عباقرة العالم وهو ولد متوحدا. من الله علي الصعاق بذاك توسيع اهتمامي، مهتمة بجميع كافة أصناف أصحاب الاحتياجات الخاصة على مستوى الوطن العزيز. لكن أقول لكم أني مرتاحة وسعيدة مرة ثانية ومتشرفة بدعوتكم هاي الكريمة اللي وجهتوا لي، كان يشارككم في تظاهرتكم هذه، ولفتني تسميتها حملة الوفاء بي اللي نعرفكم ونعرف أنكم أهل الوفاء. أراني مباركة هذه التظاهرة للمبادرة اللي هي ومساندتكم فيها، ولأنكم لا يتعدلوا تظاهرة ما باركتها وساندتها إن شاء الله. في هذا المقام أراني محي الممثلين الفئات المكونة هذه المبادرة ومسلم عليهم كاملين. تحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكلى وأتمنى لهم الشفاء. تحية لشبكات الطفولة الصغرى. تحية للتعاونيات النسوية. تحية لكم جميعا. عموما وباختصار، ماني ناسي أحد، لكن اللي نسيت وراه مشمول كامل. باختصار، همومكم هم همومي واهتماماتكم هي اهتماماتي، بها الاهتمامات نبيلة والسامية. والحقيقة أنا ما نجبر فيها مشكلة، ماني دخلتها على راسي بأن نجبر ويأتي فيها كل بدون تكلف. وراني مولي من هذا المقام منوه بحضور رئيس حزب الانصاف السيد الأخ ملعيني، جزاك الله خيرا، والوفد المرافق، وشرفتونا بحضوركم، ومطالبين منكم كاملين من هذا المنبر أنكم تدعمونا في التوقع شرتوا عليها جازيكم خير، تدعموا هذه المبادرة وتدعموا اهتماماتنا وهمومنا به اللي الحقيقة لين تتحقق هذه الاهتمامات لا يعود جزء كبير من العدل تحقق، والتنمية والتقدم جزء زاد كبير من الانصاف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للدكتورة سيدة مريم محمد فاضل لها على هذه الكلمة. الآن ترجمة سريعة لكلمة الدكتورة مريم محمد فاضل داه من زميل أدمى سومري. نواري سيدنا يكون لنياني جمالك يمنك يا كابون يخري أغن مريم فاضل داه دكتورة أدا في